احنا عندنا هنا 18 هايبر في محافظة الفيوم للقطاع الخاص، كلهم شغالين بتخفيضات تصل لأكثر من 30% وعروض دائمة. ومن بداية مبادرة بداية بتاعت سيادة رئيس الجمهورية والحمد لله مغطيين الفيوم بالكامل بعروض تصل أكثر من 30%. ومشتركين مع فخامة السيد الرئيس في مبادرة بداية ووزارة التموين ومديرية تموين الفيوم على عروض مستمرة لجميع فروعنا اللي هم 6 فروع في منتشرين في جميع محافظة الفيوم. اللحمة عندنا 350، عندنا البيض ب 160، عندنا الطماطم ب 10 جنيه، في عروض كتير على الزيت وعلى الرز وعلى السكر وعلى المكرونة. جميع عروض مستمرة في جميع الفروع، مش هنا بس، لا في جميع الفروع اللي هم 6 فروع. اشتريت خضار واشتريت عرض الجبن وعرض المكرونة وفي عروض على اللحمة، وهنا الفرع كويس جدا يعني، والله ربنا يبارك لهم في كل حاجة والله. هنا لقيت عروض كتيرة جدا، لحمة بلدي ولحمة وش فخدة، انا خدت الكيلو ب 350 جنيه احسن من بره بكتير، بره ب 400. فهنا صراحة المعاملة كويسة جدا. أنا جيت اشتريت الوراك ب 88 جنيه والبنيه ب 164 جنيه. خدت رز وخدت سكر، أنا أسعد كويس. احنا عرضك مشاركين في مبادرة بداية تحت وزارة التموين بمديرية الفيوم. بالنسبة لأسعار اللحوم 180 اللحمة و 190 اللحم السليق. احنا مبادرة هنا في سوق جملة الفيوم، محافظة الفيوم، كل حاجة الحمد لله مدعمة بتوجيه سيادة الرئيس. الطماطم ب 10 جنيه جملة، البطاطس ب 15 جنيه، البرتقال ب 10 و 12، البصل ب 15، فالحمد لله الأسعار كلها مرتاحة وكلها في متناول الجميع. اشتريت جمبري وبلطي وبوري وليس الأسعار الحمد لله كويسة جدا، فأخدت اللي أنا عايزه الحمد لله. اتفاجئت بأسعار جميلة جدا النهاردة، بالذات البوري ب 60 والماكريل اللي بادئ ب 60 ب 75 والكبير برضه ب 80، تمام يعني برضه حاجات اسعار جميله وحلوه يعني. لا اسعار كويسه، الجمبري ب 200 والكابوريا ب 60 والجندوفلي ب 80. الاسعار النهارده كويسه جدا مقارنه طبعا بالسوق بره، يعني الجمبري 200 وبره لسه سعرين عليه 400 حاجه يعني كويسه طبعا.